نوبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحة الأرصاد الجوية تحذر دائما من استمرار هبوب رياح قوية على كل المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى خلال ليلة اليوم. أيضا طقس ثقيل رياح جنوبية ستعمل على ارتفاع درجة الحرارة حتى خلال ليلة اليوم بإذن الله. أما بالنسبة ليوم الغد الأجواء ستبقى مغاشات على كل المناطق الشمالية، رياح تبقى قوية نحو السواحل الوسطى الغربية وحتى بالنسبة للمناطق الداخلية ستعمل على تصاعد الأتربة من المناطق الجنوبية نحو المناطق الشمالية. طقس ثقيل أيضا سيبقى يميز شمال الصحراء والجنوب الغربي، أجواء مغاشات، احتمال لأمطار رعدية محلية بمنطقة الثورة. خلال أواخر النهار ستلتحق بعض الأمطار نحو السواحل الغربية ونتيجة لهبوب رياح جنوبية قوية على كافة مناطق الجنوب الكبير ستعمل على نشاط الكثير من الزوابع الرملية. الحرارة خلال ليلة اليوم تكون مرتفعة بالعاصمة ووهران تصل إلى 22 درجة، ما بين 12 درجة إلى 16 درجة بالمناطق الشرقية، 7 درجات فقط بتبسات، 9 درجات بالبيض، 15 درجة منتظرة بغردايا، 17 ببشار، في حدود 10 درجات فقط بتندوف، وترتفع إلى غاية 22 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى تبقى تفوق المعدل الفصلي ومرتفعة، إذا تصل إلى 32 درجة بوهران، 28 درجة بالعاصمة بعنابة، 29 درجة بتلمسان، ما بين 15 أو ما بين 19 درجة بالبيض إلى غاية 25 درجة بالهضاب العليا. ترتفع نحو المناطق الشرقية هذه المرة، 26 درجة بقسنطينة، 27 درجة بتيزي وزو، 19 درجة فقط ببشار، 20 درجة بتندوف، تصل إلى 29 درجة بشمال الصحراء، تقريبا نفس المقياس بالجنوب الشرقي، وتفوق 30 درجة من الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، لتتراوح ما بين 33 إلى غاية 37 درجة. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على كل سواحل، الرياح أيضا تبقى قوية نحو السواحل الغربية تصل إلى 60 كيلومتر في ساعة، معتدلة بسواحل الوسطى والشرقية ضمن تيارات شرقية تماما إلى جنوبية شرقية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا، أجواء متقلبة بموريال مع درجتين، نفس الأجواء بنيويورك مع 16 درجة مئوية، 20 درجة مئوية مع نفس الأجواء بواشنطن، كذلك بدالاس 19 درجة، مشمسة بكاليفورنيا ترتفع الحرارة إلى 24 درجة، بينما أمطار مرتقبة بفانكوفر مع 11 درجة، نفس الأجواء أمطار بميامي لكن مع 27 درجة مئوية، تقريبا نفس المقياس بمكسيكو أيضا مع أمطار رعدية. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس لصباحة الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و59 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بصحة وعافية وفي أمان الله.